إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا معنا في الفيديو ده واحد بيعمل بيت بس من الكرتون. لا بس شكله حلو جدا. خش على طريقة اللي هو ازاي يعملها صمم ازاي هنشوف. حاجة كرتون بمسطرة ماشي وإقلام مقص وقطر تمام ومجرد مسدس الشمع وشمع كتير. يلا بينا نبدأ. هجيب الكرتونة كده أقطعها بالمسطرة والقطر من كل حتة في البيت. يعني مثلا أنا راسمها على الكرتونة وبقطعها أول حاجة بالقطر وأقطع دلوقتي أهو بالقطر تاني تمام. أقطعها بقى بالمقص ده بجد فنان. ونعمل له تربيعة كده عشان خاطر يكون اللي هو أول حتة من البيت. طلع شمع تمام. كده هنقطع الجزء اللي هو يتحط عليه من فوق. ده بجد فنان. دي احطها من فوق. تمام. طب اللزق الشمع اهو. تمام كده بعدها ايه بيت بس بقى شبابيك بقى. انا مش هيكون في بيت بقى مفهوش شبابيك. شباك من الناحية التانية. بقى البيت اهو. ده في الاخر بقى شكل البيت. ده بجد فنان بجد والله. تسلم ايده على الحاجات اللي هو بيعملها دي. يارب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.